الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسيكون الدرس في هذا اليوم وثلاثة أيام بعده بإذن الله سبحانه وتعالى في منسك العلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله، مفتي الديار النجدية في زمانه، وهذا إمام كبير رحمه الله، وله ترجمة حافلة، وقد عاش 88 عاما رحمه الله، 88 عاما رحمه الله. ولد سنة 94 و100 وألف، وتوفي سنة 82 و200 وألف للهجرة رحمه الله. وهذا الإمام فقيه حافظ محدث، له عناية بالقول الصحيح والمعنى والقياس، ولا يتعصب رحمه الله كعادة أهل العلم المتمكنين في العلم رحمة الله عليهم. وكان يسعى إلى جمع الكلمة وتأليف القلوب، وربما ترك القول الذي يرجحه أو يختاره درءاً للخلاف والنزاع، وهذا مشهور في سير أهل العلم رحمة الله عليهم. ومن القصص المنقولة عنه في هذا، وكان قد تنقل رحمه الله في ديار نجد وغيرها للعلم ونشر العلم والقضاء والفتيا رحمه الله. ومن البلاد التي دخلها ودرس فيها وصار له فيها تلاميذ كبار بلاد القصيم، فلما جاءهم في بلاد القصيم رحبوا به وأكرموه غاية الإكرام وفرحوا به لاشتهاره بالعلم رحمه الله والفقه العظيم. وصادف مرة أنه وصل إلى بلاد القصيم على دخول شهر رمضان، ليلة 30 من شعبان، ولم يرى الهلال تلك الليلة، كانت الليلة مغيمة وفيها قتر ولم يرى الهلال. والمشهور من المذهب عند الحنابلة رحمة الله عليهم، عند المتأخرين منهم، أنه يصام احتياطا وجوبا، ويفتي به بعض أهل العلم. وكان القاضي في ذلك الزمن في ذلك الوقت في بلاد القصيم أفتى بوجوب الصوم، ووافق دخول الشيخ رحمه الله أبا بطين رحمه الله. فلما استقبله الناس وطلاب العلم، تعجل بعضهم إليه رحمه الله وأخبروه بأن القاضي أثبت دخول الشهر، وفيهم بعض طلاب العلم ويعلمون أن الشيخ رحمه الله يأخذ بقول الصحيح، ومعلوم أن القول الصحيح لتسنده الأدلة، بل قد يقطع به أن ليلة الشك لا تصام، أن ليوم الشك لا يصام حتى يثبت الهلال أو تكمل العدة، والأدلة في هذا ظاهرة من النصوص والمعنى. فلما أخبروه قالوا إن القاضي قد أثبت دخول الشهر، وتعلم يا شيخ أن القول الصحيح في هذا أن هذه الليلة لا تصام والأدلة تدل عليها، فنريد يعني أن تفتي للناس وأن تنبه القاضي على هذا. وكان هذا القاضي من طلاب الشيخ، من طلابه، يعني يصغره سنا وعلما. فلما أخبروه بالأمر فلم يستعجل بل تأنى، بل قال لهم: هل أثبت الشيخ دخول الهلال هذه الليلة؟ قالوا نعم. قال: نحن تبع للشيخ، وسد الباب رحمه الله. وهذا لا شك من الفقه العظيم، وترك القول الذي يراه المفتي هو القول الأظهر والأرجح إذا كان في تركه مصلحة، يعني يكون هذا القول هو الأظهر والأرجح في مثل هذه الحال، ليس على كل حال. وهذا أدلته في الشريعة كثيرة، ووقائع أهل العلم التي يفتون بمثل هذه الصورة كثيرة،
وهذا هو عين الفقه والعلم، لأن جمع الكلم وتأليف القلوب أمر مقصود للشارع، ولو ترتب على ذلك تفويت مصالح عظيمة. ودلت على هذا معاني وأدلة كثيرة بل متواترة، فرحمه الله وغفر له. وهذا المنسك منسك مختصر، وقد ترك بعض المسائل لأنه أراد الاختصار وأراد بيان صفة الحج رحمه الله، وجرى في كثير من مسائله على المذهب رحمه الله. وسوف نستعرض بإذن الله في هذه الدروس مسائل هذا المنسك بشيء من التعليق مما تيسر ذكره في هذه المجالس. ومعلوم أن مسائل الحج مبسوطة في كلام أهل العلم، فنشرع مستعينين بالله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين، اللهم آمين. قال المصنف عبد الله بن عبد الرحمن أبا بابطين رحمه الله تعالى ورضي عنه: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الحمد لله رب العالمين. يستحب لمن أراد الإحرام أن يغتسل ويلبس إزارا ورداء، ويستحب له أن يتطيب في بدنه لا في ثوبه، ثم يحرم عقب ركعتين إن أحب. نعم، بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين. يقول الشيخ رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الحمد لله رب العالمين. جمع المصنف رحمه الله بين قوله بسم الله الرحمن الرحيم وبين الحمد لله رب العالمين، وهذا جرى عليه كثير من المصنفين رحمهم الله، اقتداء بالكتاب العزيز، لأن الصحابة رضي الله عنهم افتتحوا القرآن بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، وهي ليست آية لا من الفاتحة ولا من غير الفاتحة، بل هي للفصل، وهي جزء آية من سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وهي كما تقدم آية للفصل بين السور، كما قال ابن عباس رضي الله عنه فيما صح عنه عند أبي داود والحاكم، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل سورة من سورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. والأدلة في هذا كثيرة، ومن أصحها ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل، يقول عبدي الحمد لله رب العالمين، ولم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الأربعة بسند صحيح من حديث هريرة: سورة من القرآن ما هي إلا 30 آية شفعت لصاحبها حتى أدخلته الجنة، تبارك الذي بيده الملك، وهي 30 آية دون البسملة. والأدلة في هذا كثيرة، وكان عليه الصلاة والسلام يستفتح قراءته بالحمد لله رب العالمين، ولم يكن يجهر بها، بل كان يسر بها، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أنها آية للفصل. فأهل العلم يفتتحون مصنفاتهم بالبسملة ويثنون بالحمد اقتداء بالكتاب العزيز، لأن الله عز وجل ابتدأ الفاتحة بالحمد لله رب العالمين. كما تقدم الصحابة جعلوا قبلها بسم الله الرحمن الرحيم، فالابتداء بالبسملة حقيقي، والابتداء بالحمد إضافي، لأنه ابتدأ بالبسملة ثم بعد ذلك ذكر الحمد لله رب العالمين. قوله بسم الله الجار والمجرور أجمعوا على أنه متعلق بمحذوف، قدره البصريون من النحاة اسما مصدرا ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله الرحمن الرحيم،
فعلى هذا تكون البسملة في موضع رفع، إما على الخبرية على قول الكوفيين لأنهم يجعلون الظرف والجار والمجرور خبرا بنفسه، أو متعلق بالخبر على قول البصريين لأنهم يقولون بسم الله الرحمن الرحيم، أي ابتدائي ببسم الله الرحمن الرحيم ثابت. وقدره الكوفيون محذوفا، قدروه فعلا متقدما مضارعا، أبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. وعلى هذا تكون البسملة في موضع نصب بالفعل، لأن الفعل عامل ولا بد له من معمول، والمعمول هو الجار والمجرور، فيكون الجار والمجرور في موضع نصب لهذا الفعل المتقدم. واختار كثير من المتأخرين، وهو قول شيخ الإسلام رحمه الله وقرره العلامة ابن كثير رحمه الله في تفسيره، وبسطه أحسن البسط وعلله رحمه الله، وأنهم قدروا المحذوف فعلا متأخرا مناسبا للمقام. فإذا قلت بسم الله الرحمن بسم الله عند الأكل، فالمعنى بسم الله آكل، عند الشرب بسم الله أشرب، فيكون الفعل متأخرا مناسبا. كذلك هنا بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا بسم الله الرحمن أبدأ، فجعلوه متأخرا ليبدأ بالبسملة، ليكون الابتداء بلفظ الجلالة ببسم الله عز وجل تبركا باسمه سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة لها أحكام كثيرة بسطها العلماء بسطا عظيما، ولها أحكام في الصلاة وغير الصلاة، وورد أخبار في مشروعية الابتداء بها. كل الأخبار التي فيها ذكر البسملة ضعيفة لا تصح، رواها عبد القادر الرهاوي في الأربعين وغيره، لكن أخبار لا تصح وطرقها ضعيفة جدا، وبعضها من طرق متهمين. والثابت كل خطبة لا يبدأ فيها بحمد الله فهي جذماء، وفي لفظ كل كلام لا يبدأ بحمد الله فهو أجذم. وهذا موافق لهديه عليه الصلاة والسلام، وأنه يفتتح خطبه بالحمد لله سبحانه وتعالى، وكذلك القرآن افتتح بالحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، لأن الاستعانة بالله عز وجل من أعظم أسباب التوفيق في الأمور كلها. قال سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا يشمل جميع الأمور في أمور العبادات وأمور المعاملات وسائر الأمور التي تعرض للإنسان. فمن لم يعن فهو مخذول، لا قيمة لعمله ولو بذل أعظم الأسباب. ومن استعان بالله عز وجل يسر الله أموره بأيسر الأسباب. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، الحمد لله رب العالمين. الحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله. اختلف في تعريف الحمد اختلافا كثيرا، وقيل هو الثناء بالجميل الاختياري، وهذا ضعيف، يعني لأجل أن يخرج الجميل غير الاختياري، وكما تثني على غيرك مثلا بنوع من الثناء فتثني عليه مثلا بشجاعته بذكائه بعقله، وهذا أمر لا اختيار له فيه مثلا. لكن الله عز وجل، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث القدسي، إذا قال يقول الله عز وجل إذا قال عبدي الحمد لله قال الله حمدني عبدي، الحمد لله ربنا. وإذا قال الرحمن الرحيم، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. فالشاهد أنه قال أثنى علي عبدي بعد الحمد، فجعل الثناء غير الحمد، غير الحمد، فدل على أنه غيره، الحمد لله رب العالمين. ولهذا اختار جمع من العلم أنه الإخبار
عن محاسن المحمود مع تعظيم مع حبه وإجلاله وتعظيمه. وأل في الحمد للاستغراق، لاستغراق جميع أنواع الحمد، لأن أل تأتي للاستغراق وتأتي للحقيقة أي للجنس، وتأتي للعهد الذكري والعهد الذهني والعهد الحضوري، كلها تأتي لها لكن بحسب المقام. إذا صلح محل الكل فإنها تكون معنى الاستغراق، استغراق الأفراد. وليقل كل الحمد لله، كل الحمد لله، هذا المعنى. قال بعضهم إذا أردت حمدا خاصا كانت الجنس أي جنس الحمد لله عز وجل، ويكون على هذا لاستغراق أنواعه، استغراق أنواعه، فلا يترك شيء منها. الحمد لله رب العالمين، الرب هو المعبود المالك المتصرف. والعالمين جمع عالم، والعالم كل ما سوى الله، لما قال وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. ما رب السماوات والأرض، فهو كل ما بين السماء من الجن والإنس وسائر العوالم من الحيوانات بأنواعها وجميع المخلوقات من الجمادات كلها عالم. والعالمين جمع عالم، والعالم لا مفرد له من لفظه، لا مفرد له من لفظه، وسائر ما يكون اسم جنس لا مفرد له من لفظه. ولهذا أعربت إعراب المذكر السالم من باب الإلحاق، من باب الإلحاق. وقال بعضهم إنه يشمل الجن والإنس، يشمل الجنس لقوله سبحانه وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والنذارة للمكلفين، لكن القول الأول أظهر. الحمد لله رب العالمين. ثم شرع رحمه الله في المقصود، قال يستحب لمن أراد الإحرام أن يغتسل ويلبس إزاره ورداءه. هذه المسألة الأولى من مسائل هذا المنسك، وهو استحباب. وقوله يستحب عبارة جيدة، ولو قال يسن لاحتجنا إلى التماس الدليل من السنة، وليس عندنا دليل من السنة الصحيح أو دليل يسلم من الكلام في مشروعية الاغتسال للإحرام. ولهذا وإن كان الاستحباب لا يكون بدليل، لكن قد يستحب العلماء لعلل واستنباطات ولا يكون دليلها ظاهرا. قال يستحب لمن أراد الإحرام أن يغتسل. الجمهور استدلوا بالحديث المشهور عند الترمذي من رواية زيد بن ثابت بنت يعقوب، من رواية يعقوب بن عبد الله بن يعقوب المدني عن زيد، من رواية زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم لإهلاله واغتسل. وهذا صريح، لكن هذا الحديث ضعيف لجهالة هذا الرجل. وورد أخبار أخرى منها ما رواه الدارقطني من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رأسه بخطم لإحرامه، هذا أيضا ضعيف. وروى الحاكم عن ابن عباس أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل لإحرامه، وهذا أيضا إسناده ضعيف. وأثبت وأصح ما ورد ما رواه الحاكم عن ابن عمر، وظاهر إسناده السلامة أنه قال من السنة أن يغتسل المحرم لإحرامه. قول الصحابي من السنة حكم حكم مرفوع، كما عقده العراقي رحمه الله في ألفيته، قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصري على الصحيح وهو قول الأكثر. هذا عند جماهير العلماء، عند جماهير العلماء، وفي خلاف في هذا أيضا أشار إليه العراقي رحمه الله. وهذا الخبر كما تقدم من حديث ابن عباس، لكن في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أنه قال ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ودهن
ثم توجه إلى ذي الحليفة، أو قال توجه لذي الحليفة بعدما ترجل والدهن، ولم يذكر الاغتسال. وهذا يدل على أن المعروف في حديث ابن عباس هو هذا، والذي تقدم في حديث ابن عمر واستدلوا من جهة المعنى أنه إذا شرع الترجل والإدهان فلا شك أن الترجل والإدهان لا يكون إلا بعد التخلية والتخلي مما يعلق بالبدن، إذ لا يمكن أن يتطيب الإنسان أو يدهن ويكون بدنه قد علق فيه شيء. وثبت مشروعية الطيب عند الإحرام كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وهذا ثابت في الأخبار، وفي حديث عائشة أيضا عند أحمد وأبي داود بإسناد صحيح أنها قالت: كنا ندهن بالسك وهو نوع من الطيب، فتعرق إحدانا فيسيل على وجهها فيراها النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقول لها شيئا. فهذا أيضا مشروع للنساء التطيب الذي لا تظهر رائحته، أو تكون بمكان مع النساء لا يبلغ الرجال رائحة الطيب. لكن قد يقال إن المشروع هو التنظف، فإذا كان بدن الإنسان نظيفا فلا يقال إن له غسلا خاصا، إن المقصود هو التنظف، بخلاف الغسل المقصود مثل غسل يوم الجمعة. الغسل الذي للنظافة، الغسل المستحب في الغالب يكون غسل نظافة، والغسل الواجب غسل عبادة، يعني أنه لازم، مثل غسل الجمعة، غسل الجنابة ونحوه من الحيض والنفاس، هذا غسل واجب، غسل عبادة. أما الغسل المستحب في الغالب أنه غسل نظافة، ولهذا لا بدل له على الصحيح، فلا يشرع لمن لم يجد الماء أن يتيمم، لأن التيمم يشعث البدن، بخلاف غسل العبادة فإن له بدن لأنه عبادة، وما كان عبادة فله بدن، فلم تجد ماء فتيمموا. أما ما كان المقصود منه النظافة فالتراب ينافي ذلك، ولهذا كان الصواب أنه لا يتيمم لو قيل باستحباب غسل الإحرام، خلافا للمشهور من المذهب، ولهذا المصنف رحمه الله لم يذكره، وهذا هو الأظهر، وهو الذي رجحه صاحب المغني والشرح، أنه لا يشرع التيمم على المذهب على القول الصحيح إذا قيل بمشروعية الغسل، وإذا قيل إن الغسل لا يشرع خصوصا بل المقصود نظافة البدن، فإذا كان نظيف البدن فالمشروع أن يتطيب وأن يتهيأ لإحرامه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ترجل والدهن في المدينة، ولم ينقل أنه في حديث أنه اغتسل في ذي الحليفة، مع أنه أمسى، هو خرج عليه الصلاة والسلام يوم السبت بعد الظهر، إما في 25 أو 26 على الخلاف في شهر ذي القعدة الذي خرج فيه، هل هو كامل أو ناقص؟ فإن كان كاملا فقد خرج اليوم 26، وإن كان ناقصا فقد خرج في اليوم 25 يوم السبت، خرج بعد صلاة الظهر عليه الصلاة والسلام من يوم السبت، ثم صلى بذي الحليفة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر، صلى 5 صلوات في ذي الحليفة، وجمع نساء تلك الليلة، وأصبح ينضخ طيبا، اغتسل عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل أنه اغتسل، وكأنه اكتفى عليه الصلاة والسلام بغسله لما أصبح عليه الصلاة والسلام، فحصل المقصود. وجابر لم يذكر هذا رضي الله عنه، وكيف ينقل جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أسماء بنت عميس أن تغتسل؟ وهذا دليل آخر في المسألة يشهد أن غسل الإحرام المقصود منه النظافة، ليس المقصود منه خصوص الاغتسال، فإذا كان البدن نظيف فيكتفي به ويستعد بما سوى ذلك من الدهان والطيب ونحو ذلك،
وكذلك استعد بقلم الظفر ونحو ذلك مما يعني يكون مشروع في هذه الحال، وإلا قصد قلم الظفر ليس مقصودا، لكن لو كانت أظفاره طويلة. ولهذا كان غسل النفساء والحائض مشروع مع أنها نفساء وحائض، ومعلوم أن الغسل للنفساء لا يرفع الحدث، دل على أنه للنظافة، وهذا في حديث جابر عند مسلم، وكذلك في حديث آخر عند مسلم حديث ابن عباس وغيره. وروى الترمذي من رواية خصيف بن عبد الرحمن الجزري عن عكرم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحائض والنفساء تغتسلان وتهلان في الوقت، يعني عند الميقات. وهذا الحديث وإن كان ضعيف من رواية خصيف وهو ضعيف، لكن دل عليه حديث جابر، فالشاهد أنه أمرها بالغسل، فدل على أن المقصود النظافة. كيف ينقل جابر رضي الله عنه أمره عليه الصلاة والسلام بالغسل لأسماء ولم ينقل أنه اغتسل عليه الصلاة والسلام؟ والجمهور على مشروعية الغسل، والأمر في هذا واسع، لكن الشأن في النظر في الدليل الخاص في هذه المسألة. يستحب لمن أراد الإحرام أن يغتسل. الإحرام معناه الدخول في النسك، هذا الإحرام، الإحرام. وقال وقيل نية الدخول في النسك، يعني الدخول مع النية لا العزم على ذلك، أو أن نية أن يحج ويعتمر. فالإنسان منذ خرج من بيته يريد العمرة وهو يعزم على النسك، منذ خرج من بيته ويريد الحج وهو يعزم على النسك، هذا عزم على النسك، مثل خروجه للصلاة يريد الصلاة، لكن دخوله في الصلاة بالتكبير مع النية، نية الدخول في الصلاة. كذلك الإحرام هو الدخول في النسك بالنية، ولا يكون دخولا إلا بالنية، ولذا قال نية الدخول في النسك، يعني مع الدخول. فهذا ولا، ولهذا قد يلبس ثياب الإحرام ولا يكون محرما، ولأن لثياب الإحرام هذه ثياب للحلال، وقد كانوا يلبسونها. النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس الإزار والرداء، وكانت العرب تلبس الإزار والرداء. فالإحرام هو نية الدخول في النسك. قال رحمه الله: استحب لمن أراد أن يغتسل كما تقدم ويلبس إزارا ورداء، زادوا أبيضين، وهذا لما روى أحمد وأبو داود، وكذلك أحمد والنسائي من حديث أحمد وأبو داود عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم، البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم. وفي حديث سمرة بن جندب أيضا، وهو حديث صحيح عند أحمد والنسائي: البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطيب وأطهر، زاد أطيب وأطهر، وكفنوا فيها موتاكم. وهذا إذا كان لعموم اللباس في غير نسك، في غير عبادة، ففي العبادة من باب أولى، فيلبس البياض للصلاة، يلبس البياض مثلا للنسك. ولهذا قال: وكفنوا موتاك، المعنى أنه يلبسها في حال حياته حتى يلقى ربه، قال: وكفنوا فيها موتاكم. وقال: إزار ورداء أبيضين، هذا ورد أيضا في أخبار، يعني أنه لبس إزاره ورداء عليه الصلاة والسلام وأحرم، إزار ورداء، فالإزار لأسفل البدن والرداء لأعلى البدن. ويستحب له أن يتطيب في بدنه لا في ثوبه، طيب في بدنه، هذا هو السنة كما تقدم في حديث عائشة: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرام الحديث، حديثه الآخر أيضا في الصحيحين عنها قالت: كنت أرى وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، في لفظ أنه تراه بعد أيام، بعد ثلاثة نحو ذلك. والوبيس هو اللمعان والبريق، هذا يبين أنه كان يكثر للدهان والطيب عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عباس قال: ولا تمسوه، لما قال ولا تمسوه طيبا، تمسوه
طيبا يعني دل على في حديث ابن عباس وفي حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يتطيب في بدنه يتطيب في بدنه ولهذا في ثيابه أن يطيب في ثيابه. قال كفنوه في ثوبيه ولا تمسوه في حديث ابن عباس في ذلك الذي مات سقط عن بعيره فمات رضي الله عنه في يوم عرفة. قال عليه الصلاة والسلام كفنوه في ثوبيه ولا تمسوه طيبا، دليل على أن المحرم ليحرم عليه الطيب إذا دخل في الإحرام، أما قبل ذلك فإنه يشرع له الإحرام. ولا بأس أن يبقى الطيب في البدن، هذا قول جماهير العلماء خلافا لمالك رحمه الله. يستحب أن يطيب في بدنه لا في ثوبه. المذهب هو قول الشافعي رحمه الله عليهم أنه يكره تطيب الثوب مع الجواز، وذهب المالكية والأحناف إلى أنه لا يجوز تطيب الثوب، وهذا أقرب لأنه نهى في حديث ابن عمر عن ذلك كما في الصحيحين عن ابن عمر نهى عن تطيب الثوب عليه الصلاة والسلام. ولهذا لو طيب ثيابه خالف طيب ثيابه حلال فلا ينزع لباسه عنه ما دام عليه الثوب فلا ينزع، فلو نزعه فلا يجوز له أن يلبسه حتى تذهب رائحة الطيب، لأنه لو لبسه مرة أخرى لكان متطيبا وهو محرم، لكن ما دام الثوب عليه فهذا لا بأس إذا وقع، وإن كان الأولى أن يغسله لأن في الغالب ما يسلم خاصة الرداء أن يسقط إذا لم يكن يعني قد أمسكه بشيء. ثم يحرم عقب ركعتين إن أحب، وهذا يبين أن الركعتين إما سنة أو أنه مخير بينهم، وهذا جاء فيه أخبار في هذا، لكن لم يثبت في خبر صحيح أن النبي عليه صلى ركعتين خصوصا للإحرام، ولهذا المصنف قال إن أحب رحمه، والجمهور على أنه يشرع أن يحرم عقب ركعتين. استدلوا بحديث ابن عباس عند أبي داود، والحديث ضعيف رواية خصيف بن عبد الرحمن الجزري، وروى أبو داود من رواية سعيد ابن مزاحم ابن أبي مزاحم عن أبيه مزاحم ابن أبي مزاحم عن عبد العزيز ابن عبد الله ابن خالد ابن أسيد رضي الله رحمه الله من روايته عن من رواية الحديث عن محرش الكعبي محرش بن عبد الله الكعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجعرانة ثم خرج منها ثم دخل المسجد ثم صلى ما شاء الله أن يصلي ثم خرج حتى لقي طريق المدينة المعنى أنه هذه عمرة الجعرانة. قال ثم أصبح بمكة كبائت ثم خرج إلى المدينة، أصبح بمكة كبائت، هذه عمرة الجعرانة، هذه متفق عليها ثابتة في الخبر الصحيح، لكن في هذا الخبر حديث محرش وهو خبر واحد لمحرش ليس لمحرش في الكتب الثلاثة أبي داود والترمذي والنسائي إلا هذا الخبر، لكن ليس عند الترمذي والنسائي ذكر الصلاة، إنما عندهم ذكر العمرة كما في الأخبار الصحيحة. عند أبي داود ذكر أنه دخل المسجد وأنه صلى ما شاء الله، وهذا الخبر ضعيف فيه رجلان مستوران سعيد وأبوه، وفي الرواية الأخرى لم يذكر أنه دخل المسجد، ثم أيضا في دلالته نظر ولهذا خفيت هذه العمرة على كثير من الناس لأنه أخذها ليلا وأصبح كبائت عليه الصلاة، لما أصبح ما علم الناس بعمرته تلك الليلة عليه الصلاة والسلام. فالأخبار الصحيحة لم يأتي فيها أنه عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين. روى البخاري من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة قال أتاني جبريل فقال صل في هذا الوادي المبارك
وقل عمرة في حجة. عمرة خبر متن محذوف، أي هذه عمرة، لأن القول لا ينصب إلا بشروط. فهنا قال عمرة في حجة، عمرة في حجة. وهذا فيما يظهر والله أعلم هو صلاته، هو صلاته في ذي الحليفة خمسة فروض، خمسة فروض، فصلى فيها. هو لم يصلي فيها صلاة تتعلق بسنة الإحرام، إنما الصلوات الخمس، صلى العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر. وبعدما صلى الظهر عليه الصلاة والسلام أحرم، وبعدما ركب راحلته أهل عليه الصلاة والسلام، كما في الأحاديث الصحيحة حديث ابن عمر وابن عباس وأنس وجابر عنهم رضي الله عنه، حديث ابن وفي حديث ابن عمر استقبل القبلة، وفي حديث أنس أنه هلل الله وسبحه وكبره بعد ما ركب ثم أحرم عليه الصلاة والسلام. هذه الأخبار هي الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي خبر أنه صلى صلاة خاصة. بعض أهل العلم يقول إذا توضأ وصلى ركعتين أحرم عقبهما، فتكون هذه سنة للوضوء، لكن هذا فيه نظر، لأنه يقال إن كان من عادته أن يصلي ركعتين للوضوء تكون سنة وضوء ما تكون سنة إحرام، وإن لم يكن من عادته أن يصلي سنة الوضوء فصلى ركعتين فيكون قصد بها سنة الإحرام، إلا أن يكون قصد من هذا الوقت أن يبتدئ أن يصلي ركعتين للوضوء. المقصود أنها سنة وضوء ليست سنة إحرام، والجمهور على أنه يشرع يصلي ركعتين كما تقدم. نعم. وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، فإن كان الوقت متسعا فالأولى له التمتع، فيحرم بالعمرة متمتعا إلى الحج، ويسن أن يذكرها في تلبيته أول ما يلبي، فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يرفع صوته بذلك. يقول الشيخ رحمه الله وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران، وهذا حكوا فيه الإجماع لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، ومنا من أهل بحج وعمرة. فالذي أهل بعمرة هذا المتمتع، والذي أهل بحج هذا هو المفرد، والذي أهل بحج وعمرة هذا هو القارن. وعند أحمد وابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام خيرهم بين ثلاثة أنواع، قريبا المقصود أنه قال أنواع، فذكرت رضي الله عنها الإفراد والتمتع والقران. يقول الشيخ رحمه الله وهو مخير بين التمتع الإفراد والقران، يعني أن هذه الأنساك الثلاثة جميعا مشروعة ثابتة من سنة عليه الصلاة والسلام عند الميقات، وثابتة أيضا في الأخبار الصحيحة عن الصحابة رضي الله عنه في أخبار كثيرة. قال والإفراد والقران وهم نعم، فإن كان الوقت متسعا فالأولى له التمتع، يعني الأفضل له التمتع إذا كان الوقت متسعا. والمعنى أنه إذا جاء والوقت ضيق فالسنة له إما أن يفرد أو أن يقرن، على الخلاف بين هذين النسكين أيهما أفضل. فيقول الشيخ رحمه الله فالأولى له التمتع، لكن الساعة الوقت متى تكون؟ هل هو قبل يوم الثامن، أو يقال إذا جاء في اليوم الثامن السنة له أن يتوجه إلى منى، أن يتوجه إلى منى، فإن كان محرما بالعمرة أدخل عليها الحج ولا يتمتع حتى يحصل سنة المبيت بمنى، وإن كان قارنا أو مفردا فهذا واضح، لكن الكلام إذا كان متمتع. لكن إذا كان كما هو عادة كثير من الناس اليوم يأتي من بعيد
ولا يذهب إلى منى، يذهب إلى عرفة مباشرة. فإذا جاء إلى مكة في اليوم الثامن فأراد أن يطوف ويسعى ويقصر فهذا أفضل. وكذلك لو كان مفردا أو قارنا فسأل عن النسك الأفضل، يقال له عليك أن تطوف الآن وتسعى، ويكون طوافك طواف عمرة، سعيك سعي حج. يقول قد لبيت بالحج، نقول افسخ الحج الآن إلى عمرة ما دمت أنك لم تدخل في النسك، لم تطوف. فإن كان قد طاف نقول أو سعى، نقول عليك أن تقصر من شعرك، وهذا هو الأكمل والأفضل، يقصر ولا يحلق. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه كما صحيح: قصروا أو احلقوا في عمرة في حجة الوداع، قصروا احلقوا، لأن التقصير يختلف، تارة يكون أفضل تارة يكون الحلق أفضل لمن أراد التحلل بعمرة. فإن كان الوقت قريبا لا يمكن أن ينبت شعر الرأس فيحلق في الحج، فالسنة أن يقصر حتى يوفر الحلق للحج. وإن كان الوقت طويل يمكن أن ينبت شعر رأسه، أو قصير لكن هو ينبت شعره بسرعة، فيحلق في العمرة ويحلق في الحج، فيحصل له الحلق في هذا وهذا، فيدخل يرجى يدخل في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: اللهم اغفر للمحلقين، اللهم اغفر للمحلقين ثلاثا. وكذلك كما عند مسلم كما الصحيحين، وعند مسلم زاد الرابعة في حديث ابن عمر الصحيحين: اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين. في حديث أم حصين أيضا عند مسلم أنه دعا للمحلقين ثلاثا عليه الصلاة والسلام، ودعا لهم عليه الصلاة والسلام في الحديبية وفي حجة الوداع. اختلف العلماء هذه الدعوة هل هي في حجة الوداع أو في الحديبية، والصواب أنها فيهما لاختلاف الواقعة ودات الأخبار على هذا. فدعا للمحلقين في الحديبية ودعا لهم أيضا في حجة الوداع، لأن الذين في الحديبية بادروا ولم ينتظروا رخصة، وكذلك الذين في حجة الوداع لم يشكوا في الأمر، يعني بعضهم رجى أن النبي عليه الصلاة والسلام يخفف عليهم، ولهذا قيل له عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد بن ماجه عن ابن عباس: لما ظاهرت للمحلقين؟ قال: لأنهم لم يشكوا. فلهذا إذا حلق كان أفضل إذا كان شعره يطول بسرعة أو كان الوقت طويل، إذا كان يمكنه أن يتحلل يمكنه أن يتحلل، لكن يظهر أنه بعد أنه لو جاء مثلا في يوم عرفة السنة يذهب إلى عرفة، هذا هو السنة، لا يذهب إلى مكة ويطوف ويسعى، مبادرة إلى عرفة، وهذه الحال هي أفضل في حقه. قال رحمه الله: فالأولى له التمتع، فيحرم يعني إذا كان الوقت متسعا. والتمتع مستحب على الصحيح مطلقا مهما أخذ الإنسان من عمره، يستحب التمتع مطلقا على كل حال، للأخبار الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عباس في الأمر بالفسخ، حديث ابن عباس، حديث جابر، حديث عائشة في الصحيحين، حديث أم سلمة وأبي سعيد وأبي موسى وأم سلمة في مسلم، أخبار كثيرة تتجاوز 14 خبرا أو أكثر، وكل أخبار صحيحة، ولهذا عدها بعض العلماء من المتواتر. قال سلمة بن شبيب المسمعي: يا أبا عبد الله، كل أمرك عندي حسن إلا خلة واحدة. قال: وما هي؟ قال: تقول بفسخ الحج إلى العمرة. قال رحمه الله: كنت أظن أن لك عقلا، والآن ثبت لي أنه لا عقل لك، وكان يبلغني عنك بعض الشيء، وكنت أدفع عنك
عندي 18 خبرا جيادا، وفي لفظ 14، عندي 18 خبرا جيادا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فسخ الحج العمرة، أتركها لقولك؟ هذا استفهام إنكاري، يعني لا أتركها، لا أتركها لقول قائل مهما كان، مهما على كعبه في العلم، لأن النبي عليه السلام أمرهم فسخ الحج العمرة وغضب عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان الصواب أنها واجبة على الصحابة، أن الفسخ واجب على الصحابة في تلك الحجة، هذا هو الصواب. يعني مسألة، وقد اختلف في فسخ الحج إلى العمرة على 3 أقوال، قيل واجب، وهذا قاله بعض الظاهرية وهو ظاهر اختيار ابن القيم رحمه الله، قال معاذ الله أن نخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام أو أن نقع في غضبه، فقد غضب عليه الصلاة والسلام. وقالت عائشة: من أغضبك؟ أغضبه الله، أو قالت نحو من ذلك رضي الله عنها. وأمرهم عليه الصلاة والسلام وأكد عليهم الأمر. وقال ابن عباس رضي الله عنهم: ما طاف أحد بالبيت إلا حل، فقيده بمن جاء إلى البيت، من طاف بالبيت وهو مفرد أو قارن وجب عليه الإحلال، يعني طاف وسعى، هذا المراد، لأن السعي تابع للطواف، أو أراد الطواف بالبيت، الطواف أيضا بالبيت والطواف بين الصفا والمروة. وقال جمهور الفقهاء: يحرم فسخ الحج إلى العمرة. شوف انظر هذه الأقوال المتقابلة. وتوسط فقهاء الحديث رحمة الله عليهم، وعليه جمع من الأئمة الكبار من محققي الفقه والحديث كشيخ الإسلام رحمه الله، فقالوا: يستحب الفسخ ولا يجب، وبه تجتمع الأخبار. وعلى هذا يحمل ما جاء عن أبي ذر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم، أن متعة الحج كانت لنا خاصة، الفسخ المتعة، أي وجوب الفسخ كان خصوصا لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أما يعني نسخ فسخ الحج إلى العمرة، هذا ورد في حديث الحارث ابن بلال ابن الحارث عن أبيه، حديث منكر لجهالة الحارث ولمخالفة هذا المتن للأخبار، وهذا هو حد المنكر، ضعف السند ومخالفة الخبر، وهو منكر عند المتأخرين، وعند المتقدمين لا يفرقون بين المنكر والشاذ، المنكر عندهم شاذ والشاذ عندهم منكر، لكن في اصطلاح المتأخرين يفرقون بين الشاذ والمنكر، اصطلاحات المتقدمين أسلم من الاعتراض. فهذا خبر منكر وشاذ لمخالفة الأخبار الصحيحة مع ضعف سنده. ولهذا كان السنة أن يفسخ الحج إلى العمرة مطلقا. لو قال إنسان: أنا أخذت عمرة في رمضان، أخذت عمرة ورجعت إلى أهلي، أخذت عمرة في شوال ورجعت، والآن أريد الحج، ما بماذا احنا نقول؟ أحرم بالعمرة وتمتع بها الحج. يقول: أليس الإفراد أفضل؟ نقول: لا، التمتع أفضل من الإفراد والقران. وهذا هو الذي أراده عمر رضي الله عنه، وقد فهم بعضهم كلام عمر على خلاف ما أراد. وقد بيّن رحمه الله شيخ الإسلام في الفتاوى في مواضع من كتابه الفتاوى في المجلد 26 صفحة 85، كذلك في آخر الكتاب 270 أو 276 وزيادة، في مواضع من هذا الكتاب بيّن وفسر مراد عمر رضي الله عنه، وفي قول شيخ الإسلام رحمه الله أن من أفرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة فهو أفضل باتفاق الأئمة الأربعة. وهذا صحيح، من أفرد الحج بسفرة والعمرة بسفرة فهو أفضل من التمتع الذي لا عمرة معه، يعني لا عمرة قبله. فلو أن إنسان جاء إلى مكة فاعتمر في رمضان أو في شوال فرجع، أو اعتمر في رمضان وبقي في مكة حتى حضر الحج فأحرم بالحج اليوم الثامن، يحرم مفرد لأنه أخذ عمره في رمضان، أخذ عمره في رمضان، وعلى هذا إذا أحرم بالحج يكون مفردا. وشخص آخر جاء إلى مكة في شوال أو في شهر ذي الحجة فأخذ عمره ثم بقي حتى أحرم بالحج متمتع، أيهما أفضل، ذاك المفرد أو هذا المتمتع؟ أيهما أفضل؟ نعم، لا،
هذا المفرد الذي أخذ عمره قبل ذلك في رمضان وبقي في مكة، بقي في مكة حتى أحرم بالحج. الآن إذا كان الإنسان في مكة فالسنة له إفراد، نقول لا يشرع لك تخرج، يحرم بالحج وحجه إفراد، أليس كذلك؟ وقد أخذ عمره قبل ذلك. وشخص آخر لم يسبق له عمره جاء إلى مكة في شهر ذي القعدة أو شهر ذي الحجة فأحرم بالعمرة ثم تحلل منها ثم أحرم بالحج، هذا وش يصير؟ متمتع. أيهما أفضل، هذا المتمتع ولا ذاك المفرد سبق عمرته حجته إفراد؟ ها؟ المفرد. نعم، لأنه أفرد الحج وحده، أفرد العمرة وحدها، العمرة الآن مفردة مستقلة والحج مفرد. وكذلك لو أنه أخذ عمرة في رمضان ثم رجع ثم أحرم بالحج وحده مثلا، أحرم بالحج وحده، وشخص آخر جاء إلى مكة في ذي القعدة ولم يسبق له عمرة، لم يسبق له عمرة فأحرم بالحج فأحرم بالعمرة ثم تحلل ثم أحرم بالحج، سيكون متمتع ولم يسبق له عمرة قبل ذلك، جمع يعني أخذ نسكين في سفرة واحدة بس، والذي قبله أخذ عمرة في رمضان ثم جاء إلى مكة وأحرم بالحج مفرد، أيهما أفضل؟ هذا المتمتع وإلا ذاك المفرد اللي سبق حج إفراده عمرة؟ المفرد. ليس لأنه مفرد، لأنه كما قال عمر رضي الله عنه، كما قال عمر رضي الله عنه أفردوا حجكم من عمرتكم، هذا الذي أراد عمر. عمر رضي الله عنه أراد كما قال شيخ الإسلام أن يعمر البيت، لأن الناس كانوا في زمان يشق عليهم يأتوا البيت مرتين، يأتونه في أيام الحج مرة واحدة فيأخذون عمرة وحجة، لأن السفر في مشقة، فيأتون في سفرة واحدة فيحرمون بالعمرة في أشهر الحج ثم يحجون فيكونون ماذا؟ ماذا؟ متمتعين. لكن عمر يعني يقول اعمروا البيت قبل أشهر الحج فأتوه في رمضان أو قبل رمضان، فإن رجع إلى أهله وجاء الحج فليأتي، فيكون أخذ عمرة قبل أشهر الحج ثم جاء وأخذ حجة، فيكون عمر البيت بعمرة قبل ذلك وحجة، فهو أفضل ممن جاء للبيت بسفرة واحدة. مع أن الذي أخذ عمرة ثم رجع لو أنه أحرم بعمرة ما حجته كان له ثلاثة أنساك في كم؟ في سفرتين. والذي أخذ عمرة ثم رجع ثم أخذ حجة أخذ نسكين في كم؟ في سفرتين. أيهما أفضل، من أخذ ثلاثة أنساك في سفرتين أو الذي أخذ نسكين في سفرتين؟ أخذ ثلاثة أنساك في سفرتين. وهذا الذي أراد عمر رضي الله عنه، وهو هذا قول أئمة الأربعة. لكن أن تأخذ عمرة في رمضان أو في شعبان ثم ترجع إلى دارك ثم تأتي إلى مكة في أشهر الحج، فالسنة في حقك أن تحرم بعمرة حتى تكون متمتعا، لأجل أن يجتمع لك ثلاثة أنساك في سفرتين، أخذت عمرة قبل ذلك في رمضان أو قبله ثم أخذت عمرة وحجة متمتعا في سفرتك هذه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه لما طافوا وسعوا وهم بعشرات الألوف، لأن عامة الصحابة رضي الله عنهم لم يكن معهم هدي، وكل من لم يكن معه هدي أمره النبي بماذا؟ بالتحلل، ولم يكن معه هدي إلا قلة من أصحابه، ذو اليسار كما قالت عائشة رضي الله عنها، أبو بكر وعمر وطلحة زبير وجماعة، وكذلك علي رضي الله عنه، جماعة معدودون ثبت أخباره. أما عامة الصحابة رضي الله عنهم وهم بالألوف تحللوا، ولم يقل لهم عليه الصلاة والسلام إلا من كان أخذ عمرة قبل ذلك. معلوم أن الصحابة كانوا يأتون البيت في سائر العام ويعلمون فضل العمرة وكانوا يكثرون العمرة، ولم يقل ذلك عليه الصلاة، وكثير منهم أخذ عمرة قبل ذلك، ومع ذلك أمرهم بالتحلل بعمرة لأجل أن يجمع في سفر هذا بين نسكين منفصلين، عمرة منفصلة عن الحج. أما نسك النبي عليه السلام
القران فهذا له بحث آخر، والنبي عليه الصلاة والسلام اختار الله له الأفضل على كل حال. قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلت عمره، وهو لم يستقبل من أمره ما استدبر، فكان ما اختار الله له هو الأفضل. واختلوا في قوله عليه السلام لولا أن معي الهدي لحللت معكم، في الصحيحين حديث فاطمة ومعنى حديث جابر لا يحل مني حرام حتى أنحر، بلفظ يعني بعد إهلاله عليه السلام وسوقه للهدي قال ذلك عليه الصلاة والسلام. فهذا هو السنة لمن جاء إلى البيت أن يتمتع على كل حال، فالتمتع على كل حال لكن ليس واجبا، والإفراد والقران ليس منسوخا، وعلى هذا تتعدد أنواع النسك، هي أصلها ثلاثة: إفراد وتمتع وقران، لكن يمكن عند البسط أن تكون أنواع. فالأولى له التمتع فيحرم بالعمرة متمتعا إلى الحج، كما قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. لكن لا يقول مثلا لو قال لبيك اللهم لبيك ولبيك عمرة حصل المقصود، وهذا سيأتي في كلام مصنف رحمه الله، متمتعا إلى الحج، ويسن أن يذكرها في تلبيته أول ما يلبي، يعني يقول إذا أراد الحج يقول لبيك حجا، إذا أراد التمتع يقول لبيك عمرة، إذا أراد القران يقول لبيك عمرة وحجا أو حجا وعمرة كله واحد لبيك، هذا ما دام أنه ذكرهما جميعا لا بأس. إنما إذا لبى بالحج وفرغ لا يلبي بعد ذلك بالعمرة، فلا يدخل الأصغر على الأكبر على قول الجمهور، وفي خلاف منهم من جوزه هذا. فهو مخير بين هذه الأنواع الثلاثة كما قال الشيخ رحمه الله، شن أن يذكرها في تلبيته. وذهب بعض العلم إلى أنه لا يشرع، وهذا ذكره الشارح وصاحب المغني رحمة الله عليهم عن ابن عمر وعن أنس وابن المنذر رحمة الله عليهم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسمي في نسكه حجا ولا عمرة كما يروى عن جابر رضي الله عنه. وروى البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع من يلبي فيقول لبيك عمرة، قال تخبره بما تريد، فضرب على صدره ينكر عليه، قالوا إنه لا يشرع. والمصنف رحمه الله وهو المذهب وقول كثير من أهل العلم أنه يسن، واستدلوا بما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال سمعتهم يصرخون بهما جميعا، يعني بالحج والعمرة يصرخون بهما جميعا. وفي صحيح مسلم من حديث جابر وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما يصرخون بالحج صراخا، وهذا واضح أنهما كانوا يلبون يعني يذكرونه، وهذا لا بأس به، وظاهر كثير من الأخبار يقول لبيك حجا لبيك عمرة، وهذا ليس تلفظا بالنية كما ظنه بعضهم، هذا ليس، هذا دخول في النسك، النية في القلب، النية في القلب، لكن هذا بمثابة عقد دخول في النسك، مثل قولك الله أكبر في الصلاة، قولك الله أكبر فشعار هذا في التلبية شعار النسك، سواء لبى بها قال لبيك اللهم لبيك أو قال لبيك حجا لبيك، هذا شعار النسك في الحج والعمرة. إنما النية لو قال إني أريد، هذا هو التلفظ بالنية، هو التلفظ بالنية لكن ليس بواجب. وبعض العلم قال إنه يجب أن يفعل فعلا أو أن يقول قولا عند إحرامه، وهو قول الأحناف، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله، قال لا بد أن يقول قولا أو أن يفعل فعلا. الفعل مثل أن يشعر الهدي إذا كان معه هدي، إذا كان مما يشعر كالإبل، أو يقلد كالبقر كالغنم، واختلف في البقر هل تشعر، والصواب أنها لا تشعر وأنها لا تتحمل إشعار، فحكمها حكم الغنم تقلد الجلد والخراق ونحو ذلك حتى يعلم أنها هدي. فإذا قلد هديه قلد هديه حصل المقصود، فلو نوى بقلبه أجزأ عند الجلد، لو إنسان دخل بقلبه النسك حصل المقصود، ولا يشترط أن يقول قولا أن يفعل فعلا. والقول الثاني كما
تقدم. قال فيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. هذا في حديث عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين، في حديث ابن عمر أيضا، وزاد لا شريك لك زاد، كذلك في حديث جابر في صحيح مسلم أيضا مثل حديث عائشة رضي الله عنها. وروى الأربعة من حديث السائب بن خلاد أنه عليه الصلاة والسلام قال أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. ورواه ابن ماجه من حديث زيد بن خالد الجهني، ابن خالد الجهني. فالتلبية مشروعة، تلبية مشروعة، ويأتي الإشارة إلى بعض أحكامها. نعم. والمرأة لا ترفع صوتها وتتأكد إذا علا شرفا أو هبط واديا أو صلى مكتوبة أو أقبل ليل أو نهار أو التقى الرفاق، ولا يكثر تكرارها في حالة واحدة، ويدعو بما أحب سرا، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله كما تقدم يرفع صوته بذلك، والمرأة لا ترفع صوتها. هذا والسنة في التلبية أن يرفع الصوت بذلك، كما تقدم في حديث أنس الصحيحين يصرخون بهما جميعا، في حديث جابر بن سعيد يصرخون بالحج صراخا، وهذا تأكيد بالمصدر أبلغ، يعني ينتفي أي احتمال، وهذا أيضا أبلغ في الدلالة في التلفظ في قوله لبيك حجا، لبيك حجا كما تقدم وهو قول الجمهور، وأن هذا كأنه داخل في التلبية يرفع صوته بذلك، كما سبق في حديث السائب بن خلاد أنه قال رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال أتاني جبريل فأمر إن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. قال بعض العلم يجب رفع الصوت بالتلبية، وهذا قاله بعض العلم، والجمهور على أنه لا يجب رفع الصوت بالتلبية. اختار بعضهم كصاحب الفائق ابن قاضي الجبل الوجوب لهذه الأخبار، والجمهور على أنه لا يجب، وقالوا الواجب هو النية، وقالوا هذا هيئة في هذا الفعل، والهيئات لا تجب، وقد قرره جمع من الأصوليين الهيئة في الفعل، وهذا موضع نزاع، يعني بعض الهيئات تجب بعض الهيئات، والمعول عليه الدليل، المعول عليه الدليل، ولهذا السجود واجب وله هيئات واجبة، والركوع كذلك واجب وله هيئات واجبة وأقوال تابعة له، فلا ينبغي التفريط في هذا، والسنة رفع الصوت، لكن يرفع رفعا لا يشق على نفسه، وقد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم ذلك، وأنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية، يرفعون أصواتهم بالتلبية. قد روى ابن أبي شيبة من حديث المطلب بن عبد الله الحنطب أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية، كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم. وروى ابن أبي شيبة عن بكر بن عبد الله المزني قال كنت مع ابن عمر فكان يرفع بصوته بالتلبية حتى يسمع ما بين الجبلين، حتى يسمع ما بين الجبلين. فهذا هو السنة، وهو رفع الصوت بها، فلا ينبغي التفريط في هذا، وهذا في حق الرجال، لكن الرفع على وجه يحصل به المقصود يستمر، لأن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، وقد تكون القلة من هذه الجهة أن لا يرفع صوته جدا، يعني يرفعه رفعا يحصل به المقصود، يسمعه من بقربه ويستمر في التلبية. وروى الترمذي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من ملب يلبي إلا لبى من عن يمينه ومن عن شماله من حجر أو مدر أو من عن يمينه
ومن عن شماله من حجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا ومنها هنا. هذا يبين أن هذه الجمادات تجيب الملبي، ولعل هذا هو السر والله أعلم في رفع الصوت. ويلحظ أن هذه الأذكار التي فيها توحيد الله عز وجل يشرع رفع الصوت بها في مواضع، ومن ذلك الأذان، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر برفع الصوت بالأذان، وكحديث أبي سعيد الخدري ارفع صوتك في الأذان، كما وصى بذلك عبد الرحمن بن عبد الله ابن أبي صعصعة، قال إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك وباديتك فارفع صوتك بالأذان، فإني سمعت رسول الله يقول لا يسمع مدى صوت المؤذن إلا شهد له يوم القيامة. وكذلك في حديث أبي هريرة أنه لا يسمع جن ولا إنس إلا شهد له، حديث أبي هريرة أيضا معناه، وهذا يبين أنه يجيبه. وكلما رفع صوته وبالغ في رفع صوته فإنه يشهد له من سمع صوته من جن وإنس وحجر ومدر. والأخبار دالة على هذا المعنى كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. هذا يبين أن تسبيح الجمادات تسبيح حقيقي، وإن من شيء لا يسبح بحمده، ولهذا قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال والمرأة لا ترفع صوتها، حكوا على ذلك الإجماع، حكى غير واحد من أهل العلم، ولم يذكروا دليل نصا. من العلم من قال إن الأدلة جاءت برفع الصوت خطاب للرجال دون النساء، واستدلوا على ذلك بأنواع من المعاني، والعمومات قد تخص بالمعاني الصحيحة، والاستنباط من الأدلة إذا كان لا يبطل المعنى فهذا حجة عند العلماء، وإن كان يبطله فهو باطل، وإن كان يعممه فهذا محل اتفاق. الاستنباط الصحيح الذي يعمم المعنى هذا محل اتفاق أنه حجة، والاستنباط الذي يخصصه هذا موضع خلاف. يعني هل يستنبط من النصوص علة تخصص النص؟ إذا دلت النصوص أو الأدلة على صحة هذه العلة فالعلة الصحيحة جاء الشرع بها، والشرع جاء بالمعاني، وأتى بالمتماثلات وجمع بينها وفرق بين المختلفات، فليس في الشرع جمع بين مختلفين ولا تفريق بين متماثلين. فمتى رأيت جمعا بين مختلفين وتفريقا بين متماثلين فلا يقبل إلا بدليل، يعني يخص بنص، أما استنباط بدون دليل فلا بد، لأن المعاني الصحيحة تطرد، أطرد الدليل، ولهذا القول الصحيح يطرد وينضبط ولا يختلف، بخلاف الأقوال الضعيفة تضطرب لأنها لا تبنى على الأدلة والمعاني الصحيحة. وأهل العلم استنبطوا من معاني وأدلة خصصوا بها عموم النصوص الواردة في حق في الأمر برفع صوت التلبية، فقالوا الشارع أمر النساء بالتصفيق في الصلاة لتنبيه الإمام، مع أن أصل التصفيق منهي عنه، أصل التصفيق منهي عنه، ومع ذلك شرع للنساء واغتفرت هذه المفسدة درءا لمفسدة أكبر منها، وهو رفع صوتهن بين الرجال. كذلك قالوا إن رفع صوت المرأة بين النساء وخاصة في مثل هذه الحال قد يحصل به فتنة من الرجال بالنساء. أيضا المرأة في باب الإحرام مأمورة بالستر ولا تحرم كالرجل في باب الثياب، هي كالرجل في جميع محظورات الإحرام إلا في بعض الثياب، فيتلبس ما شاءت ولا تنتقب ولا تلبس القفازين، فهي في باب اللباس تختلف عن الرجل وتتستر، فاختلفت في باب الإحرام، فدل على أنها مبنية على الستر في هذا.
وهذا ينافي الحال، هذا ينافي رفع الصوت ينافي الحال إذا كنا بين الرجال. فنظروا إلى هذه المعاني قال إنها معاني صحيحة جاءت الشريعة باعتبارها فتقوى على تخصيص النصوص، ولهذا الذي نقل في رفع الصوت عن الرجال ولم ينقل عن النساء، وكان النساء يسرن في طريق غير طريق الرجال رضي الله عنهن، كما قالت عائشة رضي الله عنها كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا من جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه، يعني كانوا يسيرون في طريق وكنا يسيرنا في طريق فإذا مر الرجال بهن سدلت من جلبابها على وجهها، هذا هو في مكان آخر الرجال لا يرونها وليسوا بقربها وهم في حال إحرام في طريق آخر، ومع ذلك كنا يسدلنا الجلباب على الوجه على وجهه. وهذا أيضا ثبت عن أسماء بنت أبي بكر بإسناد صحيح في الموطأ أيضا بمعنى حديث عائشة رضي الله عنها. كل هذا يدل على أن أمر المرأة في باب الإحرام فيما يتعلق بالتلبية واللباس مخالف للرجل كما تقدم. قال رحمه المرأة لا ترفع صوتها وتتأكد التلبية، يعني هي مشروعة على جهة الإطلاق لكنها تتأكد الإحوال، إذا على شرفا وهبط واديا أو صلى مكتوبة أو أقبل ليل أو نهار أو التقى الرفاق. هم لم يذكروا دليلا بينا على هذه، إنما قالوا هذه أحوال تتأكد حينما يلتقي الرفاق. أما إذا على شرفا هبط واديا فقد روى مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كأني بموسى على بعيره خلبة قد هبط من رأس الثنية له جؤار بالتلبية، له جؤار بالتلبية يقوله عليه الصلاة والسلام. وحكاه النبي عليه الصلاة والسلام مثنيا مخبرا عن حاله على جهة الثناء. وعند جماهير علماء الأصول أن شرع من قبلنا إذا ساقه شرعنا في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام على جهة المدح والثناء أو ساقه ساكتا عليه فإنه شرع لنا، فإنه شرع لنا. وهذا دليل أيضا على مشروعية التلبية عند الهبوط في الأودية وكذلك الصعود، ويدل له أيضا ما روى مسلم ما روى البخاري عن جابر رضي الله عنهما أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا علونا كبرنا وإذا تصوبنا أي نزلنا سبحنا. هذا يبين أن جنس التكبير حال الارتفاع وجنس التسبيح حال النزول، والمراد به الذكر أنه مشروع. فإذا كان هذا في حال الحلال فحال التلبية من باب أولى، وكما تقدم في حديث ابن عباس رضي الله عنه أو صلى المكتوب، قول صلى المكتوب هذا فيه نظر، الأظهر والله أعلم أنه إذا صلى المكتوب المشروع هو الذكر المشروع، يقول الأذكار المشروعة الواردة الثابتة في الأخبار الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام في حديث المغيرة وحديث عبد الله بن الزبير وحديث ابن عباس وما جاء في معناهما، هذا هو الثابت عنه عليه الصلاة والسلام في الذكر بعد الصلاة المكتوبة، ثم إذا فرغ بعد ذلك يكون الذكر المشروع في هذه. إن كان في حال التلبية محرم منتقل من مشعر إلى مشعر فالتلبية، وإن كان نازل في أيام التشريق أو نازل مثلا في منى في اليوم الثامن فالسنة الذكر والتكبير يعني بعد الفراغ من الصلوات فيعود إلى الذكر المشروع. هكذا كذلك بعد الصلوات المكتوبات إذا كان محرما إذا كان بعد الصلاة وهو ينتقل مشعر إلى مشعر أو أقبل ليل أو نهار يقال إن الذكر مشروع في الليل أو في النهار أو التلبية، أما تخصيصه بحال دون حال إن وقع إجماع على ذلك وعن صحيح فكذلك، وإلا فنقول التلبية مشروعة على كل حال. أما كونه قال إنها في هذا الحال آكد من غيرها مما يحتاج إلى دليل خاص في مثل هذه المسائل، لأن القاعدة عند أهل العلم أن العموم لا يدل على الخصوص والخصوص يدل على العموم، يعني إذا جاءنا دليل عام
فلا يدل على الخاص إلا بدليل، أما الخاص فهو أبلغ في الدلالة. فالأدلة الخاصة في الأذكار مشروعة في هذه الأحوال الخاصة، ويشرع الذكر مطلقا في كل حال لأنه ذكر، لأنه ذكر، لكن ورد في هذه الحال خصوصا وفي غيره عموما. كذلك يقال التلبية مشروعة على كل حال، مشروعة على كل حال، في أول الليل وفي وسط الليل وفي آخر وفي كل حال. أما أن يقال هذا الذكر أفضل فتخصيص زمان أو مكان بذكر خاص أو خاصة هذا يحتاج إلى دليل، أو التقى الرفاق إن كان على جهة التذكير بذلك وإبلاغ العلم بذلك فهو من باب الدلالة الخير، وهذا ظاهر حينما يلتقي الرفاق، فإذا قال لبيك اللهم لبيك فمن دل على خير فله مثل أجر فاعله. والعادة أن الرفاق أن الإنسان إذا التقى مع رفقائه فسمعوه يلبي فإنهم يلبون، ومن باب الدلالة على الخير، ولا يكثر تكرارها في حالة واحدة بل في جميع الأحوال. وهذا قد يؤيد ما تقدم، وأنه يشرع أن يلبي على كل حال، وأن لا يخص حاله إلا ما ورد الدليل بتخصيصه. نعم، ويدعو بما أحب سرا، ادعو ما أحب سرا. الدعاء حال التلبية يمكن يقال إن التلبية الثناء، ويشرع بعد الثناء الدعاء، وقد يقال والله أعلم أن الثناء هنا أفضل من الدعاء، المراد الدعاء دعاء الطلب، لأن الدعاء نوعان، دعاء طلب ودعاء دعاء ثناء ودعاء طلب مسألة. فالذاكر طالب في المعنى، فأنت حينما تلبي لبيك اللهم لبيك أنت سائل في المعنى، ولهذا يعطى المثني أعظم مما يعطى السائل الطالب، لأن المثني توسل إليه سبحانه وتعالى بأعظم ما يتوسل به. ولهذا بين الناس قد يأتي سائل إلى رجل من أهل الدنيا يريد شيئا من أمر الدنيا، أو يريد أن يشفع له أو أن يمكنه من عمل، فلا يطلبه بل يثني عليه، يقول أنت الذي صفتك كذا، يثني عليه ويمدحه ولا يذكر سؤاله، بمجرد فراغه يقول حاجتك، يعني ما هي حاجتك، فيعطيه. وربما لو أنه سأله وبالغ في السؤال قد يبرم منه ويثقل عليه، لكن يعرض بثنائه إلى مسألته، والمثني طالب في المعنى. والذي نقل في الأدلة هو التلبية، ولهذا كونه يستمر في التلبية بالثناء عليه سبحانه وتعالى لأنها توحيد، هذا أبلغ ما يكون، خاصة أنه مقام خاص في مثل هذا. ولهذا بنيت الصلاة على الثناء في أولها والدعاء في آخرها، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ورد أثر لا يصح في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد التلبية، ولم يثبت أن هذا موضع من مواضع الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. مواضع الصلاة عليه حصرها العلماء، وممن ذكرها ابن القيم رحمه الله مواضع عدة، وزاد عليها غيره، لكن كثير منها يثبت. والمواضع الثابتة في السنة يعني معلومة بالنظر في الأدلة، فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المواضع بعد الثناء، من أراد أن يسأل سبحانه وتعالى فعليه أن يثني عليه سبحانه وتعالى، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو، ثم يؤمن. هذا ثابت في حديث فضالة ابن عبيد وفي حديث ابن مسعود نصا، قال عليه الصلاة والسلام في حديث فضالة أنه مر برجل يدعو يسأل فلم يثني عليه سبحانه ولم يصلي على النبي، يعني فرغ من صلاته، فقال عليه الصلاة والسلام عجل هذا، عجل هذا. ثم قال له في لفظ أو لغيره، وأو هنا بمعنى الواو يعني ولغيره، قال له
ولغيره أو لغيره إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم ليدعو، في حديث مسعود معناه أيضا، وفي الحديث الآخر عند أبي داود أنه عليه السلام قال مر برجل يدعو يلح قال عليه الصلاة والسلام أوجب إن ختم، فقال رجل يا رسول بما يختم؟ قال بآمين، فأسرع الرجل الذي سمع تلك الكلمة من النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا أسرع الناس إلى الخير رضي الله عنهم، يحبون البشارة بالخير. قال يا رسول بما يختم؟ يريد أن يبادر. قال بآمين، فأسرع إليه ويصلي، قال اختم بآمين وأبشر، اختم بآمين وأبشر، لأن آمين معناه اللهم استجب. ولهذا في ختام الفاتحة آمين ليست من أن أقول آمين بعد الثناء والدعاء في آخرها، لأنها بنيت على هذا. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أنس، حديث أنس وحديث نعمان بشير، أنه لما ذكر الاسم الأعظم أنه ذكره في قوله عليه الصلاة والسلام لا أحد لا شريك له له الملك والحمد ولا كل شيء قدير، اللهم إني أسألك، نعم اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت، أنه مر برجل يدعو يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. في حديث أنس المنان بديع السماوات، يعني يا بديع السماوات والأرض، وهذا فيه إشارة إلى الثناء عليه سبحانه وتعالى قبل الدعاء، يعني قبل دعاء المسألة، ثم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يختم ثم الدعاء ثم يختم بأمين. أما الحديث اللي رواه ابن السني غيره لا تجعلوني كقدح الراكب، اجعلوني في أول الدعاء وفي أوسطه وفي آخره، حديث ضعيف ذكر ابن القيم رحمه الله، يعني لا تجعلوني كقدح الراكب، الراكب يكون مثلا على بعير غيره فيعلق قدحه في ركابه الذي يسمى شداد يضعه خلفه، فإذا احتاج أخذه وشرب وإذا لم يحتاج وضعه. لا تجعلون كقدح الراكب، اجعلون في أول الدعاء وفي أوسط وآخره. ثابت في الأخبار الصحيحة أنه يصلى عليه عليه الصلاة والسلام بعد الثناء عليه سبحانه وتعالى. وعلى هذا بنيت الصلاة كما تقدم من الفاتحة، فيها ثلاث آيات كلها ثناء، وسطها بين الله وهؤلاء لعبد، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، وآخرها اهدنا الصراط المستقيم الآيات قال هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل، يعني أنه سأل بعدما أثنى عليه سبحانه وتعالى بثلاث آيات، ثم أخبر عن حاله قال إياك نعبد، العبادة لله، وأخبر عنه سبحانه وتعالى وعن العبد، والاستعانة بالله والعبادة من العبد وهو المعبود سبحانه وتعالى، ثم أخبر بثلاث آيات أخرى أو دعا بثلاث آيات، واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذا هو المشروع. ويقال ويدعو محبة سرا، إذا لكن إذا فعل ذلك بعد ختام التلبية وبعد الفراغ حينما يتحلى هذا حسن، أما في أثناء التلبية فالأظهر ما تقدم. نعم. فإذا أتى مكة استحب له دخول المسجد من باب بني شيبة، فإذا رأى البيت رفع يديه وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا ومهابة وبرا، الحمد لله رب العالمين كما هو أهله وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، الحمد لله بلغني بيته ورآني لذلك أهلا، والحمد لله رب العالمين، اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وقد أجبتك لذلك،
اللهم تقبل مني واعف عني وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. بارك الله فيك. نعم، قال الشيخ رحمه الله: فإذا أتى مكة استحب له دخول المسجد من باب بني شيبة، وهذا الباب كان يسمى باب بني عبد مناف، ثم يسمى بعد ذلك باب بني شيبة، ثم صار يعرف الآن بباب السلام، باب السلام. وورد في هذا خبر عند الطبراني في الأوسط من حديث ابن عمر، لكن هذا الخبر ضعيف، من رواية مروان بن أبي مروان، مروان بن أبي مروان. وقوله: فإذا أتمك استحب له دخول المسجد من باب بني شيبة، ثابت عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث عائشة وحديث عمر أنه كان يدخل من أعلاها ويخرج من أسفلها، هذا دخوله إلى مكة. كذلك في حديث ابن عمر يدخل من الثنية العليا، يعني من جهة الحجون، ويخرج من جهة الثنية السفلى، يعني من جهة الشبيك، كما يسمى اليوم الشبيك الآن كما ذكره بعضهم، والله أعلم بهذه تحديد هذه الأماكن، لكن المقصود أن يدخل من أعلاها إذا دخل من أعلاها. وهذا لأنه عليه الصلاة والسلام خرج من مكة مختفيا، خرج من مكة مختفيا، فتذكر النعمة العظيمة عليه الصلاة والسلام منه سبحانه وتعالى، حيث دخل مكة منتصرا مؤيدا عليه الصلاة والسلام بهذا الجيش العظيم، متواضعا يكاد تصيب لحيته موضع رحله عليه الصلاة والسلام، مطأطئا متواضعا لله عز وجل، ومعه كتيبة هي أقل كتيبة، أقل الكتائب عددا، كانت الكتائب كتائب الأنصار وكتائب المهاجرين عن يمينه وعن شماله عليه الصلاة والسلام، فدخلها مؤيدا منصورا عليه الصلاة والسلام، فأحب إظهار هذه النعمة. ولهذا لما قيل من أين ندخل قال: ادخلوها من حيث قال حسان، لما قال: عدمت بنيتي إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء، كداء بالفتح، يقول أهل مكة: افتح وادخل واضمم واخرج، كدا، يعني من جهة أسفلها كما قالت عائشة، من أسفلها. هذا هو الذي ثبت. أما دخوله إلى مكة من باب بني شيبة هذا لم يثبت فيه خبر كما تقدم، لم يثبت، والجمهور يقول يتحرى هذا، والأظهر والله أعلم أنه ينظر الأيسر والأسهل له، والذي يحصل به المبادرة إلى النسك وتحصيل النسك بأسرع وقت، هذا هو الأكمل والأفضل ما دام أنه لم يثبت. وإذا دخل مكة من جهة تكون أعلاها، وقيل إنه إذا دخل من أعلاها في ذلك الوقت يرى البيت، أما الآن فلا يرى لإحاطة المباني، نفس مبنى المسجد الآن والمباني العظيمة التي حول البيت فلا يكاد يرى، لكن العلة باقية. نقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولو فاتت تلك العلة فإنه يفعل كما فعل إذا أمكن تذكرا لتلك النعمة، هذه أعظم العلل، تذكر حاله عليه الصلاة والسلام واستحضار واستشعار هذه المعاني من أعظم العلل، مثل ما أن كما سيأتينا إن شاء الله في باب الاطباع والرمل، الرمل كما قال عمر رضي الله عنه: ما لنا والرمل، إنما رأينا مراءاة المشركين، وهذا من بال العبادة، مراءاة ظهر القوة والجلد، ولكن ثم قال: أمر صنعناه مع رسول سلم فلا نحب أن نتركه، هذا معناه في الصحيحين. وفي عند أبي داود بسناد صحيح: مالنا أو ما وكشف المناكب والرمل، وقد أطى الله الإسلام، أو أطى الله يعني الإسلام أنه اطمأن وثبت، أطى الله الإسلام وأهله، ثم قال: لكنه أمر فعلناه مع رسول فلا نحب أن نتركه. وهذا من فقه العظيم رضي الله عنه، لأنه يتذكر بهذه النعمة العظيمة
حيث دخل مكة فاتحا منتصرا في دخول من أعلاها، والعلة الأخرى متعلقة بإظهار الجلد للمشركين، وهذا في عمرة القضية في العام السابع، كما في حديث ابن عباس الصحيحين أنه لما دخل عليه السلام مكة بعد الصلح معهم في العام السادس وقضاهم على أن يدخلها من العام السابع بشروط بينها وبينه وبينهم، فدخلها ثم أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يرملوا ما بين الأشواط وأن يمشوا ما بين الركنين رفقا بهم، وكان المشركون من الجهة الثانية، وأراد أن يخفف عليهم فيمشون ما بين الركنين، فإذا برزوا المشركين رملوا، ثم في حجة الوداع رمل عليه الصلاة والسلام من الحجر إلى الحجر. وهذا يبين أن تلك العلة مع أنها فاتت ويتعلق بالمشركين ومراءة المشركين وإظهار الجنة المشركين فاتت، لأنهم دخلوا في إذن الأفواج فلم يكن هناك مشرك، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أقرها وزيادة. فكذلك أيضا في هذه المسألة وهي الدخول من أعلاها يشرع إذا تيسر ذلك، سواء شاهد الكعبة أو لم يشاهد الكعبة، وأعظم الحكم تذكر تلك الحال التي كان عليها عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة تذكرا لنعمة الله سبحانه وتعالى، حيث دخلها فاتحا عنوة على الصحيح كما دلت عليه الأدلة عنه عليه الصلاة والسلام. يقول رحمه الله: من باب بني شيبة، فإذا رأى البيت رفع يديه وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام الحديث. رفع اليدين عند رؤية البيت ورد فيه أخبار من حديث ابن عباس عند الطبراني من رواية عطاء بن السائب، رواه عنه محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب، ومحمد فضيل روى عن عطاء بعد الاختلاط، ورواه الطحاوي أيضا من رواية محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، وهذا فقيه كوفي لكنه ضعيف الرواية رحمه الله، فالحديثان ضعيفان، الحديثان ضعيفان. وجاء هذا الحديث مرفوعا وقال: ترفع الأيدي في سبعة مواطن. وورد ذكر منها عند الصفا والمروة وعند رؤية البيت وعند تكبيرة الإحرام وعند الجنائز وعند الجمرة الصغرى والوسطى، ذكر سبعة مواضع وفي بعضها خلاف. وكذلك أيضا جاء في هذا أخبار أيضا في خصوص رؤية البيت، خصوص رؤية البيت، وهو ما رواه الطبراني في الكبير وفي الدعاء رواية عاصم بن سليمان الكوزي عن زيد بن أسلم عن أبيه عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى البيت رفع يديه، وهذا حديث ضعيف بل ضعيف جدا، عاصم سليمان هذا متروك الرواية. كذلك هذا الحديث ذكره الشيخ رحمه الله وقوله: اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، هذا أيضا رواه الشافعي والبيهقي رواية سعيد بن سالم القداح عن ابن جريج، وهو مع إعضاله هو ضعيف، ابن جريج روايته معضلة، بعضهم يطلق عليه مرسل وبعضهم يطلق عليه معضل، ولا مشاحة في الاصطلاح، لا مشاحة في الاصطلاح. أبو داود رحمه الله يجعل مثل هذا مرسل، ولهذا ذكر في كتابه المراسيل بعض الأخبار التي هي من أقوال أتباع التابعين وجعلها من المراسيل، والمرسل لفظ عام يشمل كل منقطع سواء كان بإعضال في وسطه أو إعضال في آخره أو في أوله حتى المعلق، فهو مرسل من إذا كان لم يتصل بين القائل ومن علق عنه من علق، لكن أهل العلم وضعوا اصطلاحات خاصة لما سقط من أوله المعلق ولما سقط من آخره المرسل ولما سقط من وسطه، إن كان مع التوالي فهو معضل،
ومع عدم التوالي فهو منقطع ولو أكثر ولو في أكثر من موضع. فهذه الأخبار كلها ضعيفة، كلها ضعيفة لا يثبت فيها شيء من ذلك. ورفع اليدين ثبت في مواضع خاصة وثبت في مواضع مطلقا، وهذا معلوم في الأخبار الصحيحة. رفع اليدين في الصلاة هذا متواتر، حتى قال بعض العلماء بوجوبه. أما رفع اليدين في المناسك فلم يثبت في الأخبار الصحيحة إلا في ثلاثة مواضع، عند الجمرة الصغرى وعند الجمرة الوسطى، هذا عند البخاري من حديث ابن عمر، وفي يوم عرفة عند النسائي بإسناد صحيح من حديث أسامة بن زيد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره يوم عرفة وخطام الناقة في يده، فسقط خطام الناقة فتناوله، وكان رافع يديه، فتناوله بإحدى يديه والأخرى رافعا لها، أو وهو رافع للأخرى، يعني أنه لما تناول الخطام بيده الأخرى كانت يده الأخرى الثانية أو كفه الآخر مرفوعا عليه الصلاة والسلام. فهذه المواطن الثلاثة ثبت رفع اليدين فيها عنه عليه الصلاة والسلام. وبعض العلم أثبت الرافع عند الصفا والمروة، هذا قول جماهير أهل العلم، واحتجوا بحديث ابن عباس وما جاء في معناه، ومنهم من حكى الاتفاق على ذلك، وجاء آثار عن الصحابة في هذا، وهو قول جماهير العلماء. وذكر صاحب المنتقى على حديث أبي هريرة، احتجوا في هذا بحديث هريرة في صحيح مسلم في غزوة الفتح، أنه عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة في غزوة الفتح فطاف عليه الصلاة والسلام ثم ذهب إلى الصفا فدعا ورفع يديه، لكن هذا ليس في نسك، هذا في عام حجة في عام الفتح، وكان عليه الصلاة والسلام حلالا، ودخل على رأسه المغفر أول ما دخل، ثم بعد ذلك لبس العمامة كما حديث عمرو بن حريث، كان على رأسه المغفر أول دخوله إلى مكة، ثم بعد ذلك لما استقر واطمأن في مكة لبس العمامة. وهذا هو أحسن ما يجمع به بين الأخبار في هذا الباب، في بعضه أنه على رأس المغفر، في بعضه أنه لابس العمامة، يعني هذا أول دخوله، ثم بعد ذلك لبس نزع المغفر ولبس العمامة. وقيل وجه آخر أن عليه المغفر العمامة، فكانت العمامة تحت رأسه فوق رأسه والمغفر فوق العمامة، وهذا فيه نظر، لم يعتدي يعني أنه عليه الصلاة والسلام كان يلبس المغفر مثلا وهو مثلا يخطب الناس، إلا أن قيل إنه في هذه الحالة يتأهب ويخشى أن يصيبه بعض صبيان قريش ممن ربما لا يوثق به وبإسلامه. ثبت في الخبر الصحيح عند النسائي أن جمعا من الصبية كانوا يستهزئون يرفعون أصواتهم بالأذان، ومنهم أبو محذورة، وذلك قبل إسلامه، وكان صبيا صغيرا فسمع النبي أصواتهم عليه الصلاة والسلام فأعجبه صوت أحدهم فدعاه وسأله فإذا هو محذورة، فأعطاه صرة من دراهم عليه وأمره أن يؤذن فأسلم رضي الله عنه. وقال ابن أبي أوفى أنهم لما دخلوا مكة كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام يحمونه من صبيان المشركين، هذا لعله في غزوة أو في عمرة القضية. فالشأن أنه عليه الصلاة والسلام رفع يديه في هذا الموطن الذي هو فتح مكة، وأخذ منه أهل العلم مشروعية الرفع على الصفا والمروة في الحج والعمرة، هذا هو حجة الجمهور مع الأدلة هذه وآثار وردت في هذا الباب. أما هذا الأثر فهو لم يثبت، ولهذا يشرع الدعاء مطلقا. والأظهر والله أعلم أن من دخل المسجد الحرام فهو كغيره من المساجد، الداخل المسجد الحرام له حالان، تارة يدخله وهو محرم، تارة يدخله وهو حلال. إن دخله وهو محرم فالسنة أن يحيي البيت بالطواف أولا ثم يصلي، وعلى هذا يحمل قول من قال إن تحية البيت الطواف، تحية البيت الطواف لمن كان محرما، قالت عائشة رضي الله عنها أول شيء بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف، يعني هذا في حال الإحرام. أما إذا كان غير محرم فالسنة أن تكون تحيته بالصلاة، أن يبان الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي قتادة في الصحيحين إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس
حتى يصلي ركعتين فلا يجلس في النهي، وفي الصحيحين بالأمر فليصلي ركعتين قبل يجلس. جاء الأمر بالركعتين قبل الجلوس، وجاء النهي عن الجلوس قبل أن يصلي ركعتين، اجتمع فيه الأمر بها والنهي عن تركها. لكن لو أنه دخل وطاف ثم صلى فلا بأس به، لأنه لم يجلس، لأنه لم يجلس حتى يعني تفوت عليه التحية. فإذا دخل فالسنة يقدم رجله اليمنى ويقول السلام على رسول الله والسلام عليه السلام على رسول الله. وإن زاد الصلاة فالجمهور قالوا لا بأس أن يزيد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان لم يثبت في الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام حديث في الدخول، الثابت هو السلام عليه عليه الصلاة والسلام، قل السلام عليك والسلام على رسول الله. لكن الجمع بين الصلاة والسلام مشروع، ولأنه عليه الصلاة والسلام كلما ذكر يصلى عليه، فعلى هذا تكون الصلاة عليه في هذا الموطن لأنك ذكرته، ذكرته فيشرع أن تصلي عليه وتسلم عليه لأنك ذكرته. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. ومن ذلك إذا ذكرته أنت، فإذا سلمت عليه صلي عليه. فقد ثبت صحيح مسلم من حديث أبي أسيد أو أبي حميد أنه عليه قال إذا دخل المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم افتح لي أبواب فضلك. هذا ثبت صحيح مسلم عند أبي داود بإسناد صحيح من حيث أبي أسيد أو أبي حميد إذا دخل المسجد فليسلم على النبي وليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم افتح لي أبواب فضلك. وعند ابن ماجه بسند جيد ولا أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام أي دخل أحد المسجد فليسلم على النبي، أي ذكر السلام عليه عليه الصلاة والسلام عند الدخول كما في حديث أبي أسيد أو أبي حميد عند أبي داود، وليقول افتح لي أبواب رحمتي، وإذا خرج فليسلم على النبي وليقول اللهم افتح لي أبواب فضلك. ذكر السلام عليه عليه الصلاة والسلام عند الخروج كما عند الدخول، وليقول اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. وثبت عند أبي داود بإسناد جيد حي عبد الله بن عمرو أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال الراوي أقط، يعني سكت، يعني سمع. قال عقبة مسلم أقط الراوي عن عبد الله، قال فإذا قال ذلك غفر له، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك ثم قال من قال هذا غفر له. فعلى هذا يشرع ثلاثة أذكار عند دخول المسجد وثلاثة أذكار عند خروج المسجد. يشرع أن تقول، أن تصلي عليه وأن تسلم عليه عليه الصلاة والسلام عند الدخول، وأن تقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وأن تقول أعوذ بالله العظيم وجه الكريم الحديث. وعند الخروج تسلم عليه وتصلي عليه عليه الصلاة والسلام وتقول اللهم افتح لي أبواب فضلك، وتقول اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. وعند ابن خزيمة اللهم أجرني من الشيطان الرجيم. وهذا مناسب عند الخروج أن يقول هذه الأذكار، كما أن المناسب عند الخروج أن يقول افتح لي أبواب فضلك، وعند الدخول أن يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فالأظهر والله أعلم أن المسجد الحرام كغيره من المساجد في الذكر، لأن المسجد الحرام أول مساجد دخولا في قوله عليه إذا دخل أحدكم المسجد، لكن له أحكام خاصة زائدة على غيره من المساجد. مع السنة كما تقدم يبدأ باليمنى رجلهم، وإن كان لم يرد الخاص، إنما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان عليه يعجب التيمم في تنعله وترجله في طهوره وفي شأنه كله. قال البخاري رحمه الله في صحيح باب التيمم في دخول المسجد، ثم ذكر حديث عائشة، ثم ذكر أثر عن ابن عمر أنه كان إذا دخل بدأ بالرجل اليمنى. قال البخاري لم أظفر به موصولا، وثبت عند وجاء عند الحاكم بسند لا بأس به عن أنس رضي الله عنه أنه قال من السنة إذا دخل أحد المسجد أن يقول اللهم أن يبدأ برجله اليمنى، أن يبدأ باليمين. وهذا لا شك من فقه البخاري رحمه الله، إذ من أعظم شأنه عليه الصلاة والسلام هو دخوله للمسجد وكذلك خروجه منه. فهذا هو الأظهر والله أعلم، وهو أن يقال مثل ما يقال عند دخول المسجد. أما خصوص
رفع اليد ونحو ذلك، فلم يثبت حديث في هذا، بل جاء من حديث المهاجر بن عكرمة عن جابر عند الثلاثة أنه سئل رضي الله عنه عن رفع اليدين عند رؤية البيت، قال دخلنا أو كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نفعله وإنما يفعله اليهود. والمهاجر بن عكرمة فيه كلام، لكن هذا الحديث قد يكون أقوى من تلك الأخبار الواردة في رفع اليدين، فتتقابل هذه الأخبار ويبقى الأمر على السلامة، والأصل من مشروعية شيء خاص إلا بدليل خاص كما تقدم. قوله رحمه الله اللهم أنت السلام، قول حينا ربنا بالسلام اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام، هذه وردت الخبر بتمامه كما تقدم ضعيف، لكن هذا اللفظ اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام، هذا جاءت فيه آثار خاصة عن سعيد بن المسيب رحمه الله، وعن عمر رضي الله عنه، وعن مكحول. فقد روى ابن أبي شيبة من رواية العمري عن محمد بن سعيد بن المسيب عن أبيه عن عمر رضي الله عنه أنه رضي الله كان إذا رأى البيت قال اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام. والعمري هذا ضعيف، والعمري هو المصغر، هو المكبر، هو المكبر، لكنه في المعنى عندهم مصغر، لأن أولاد عمر بن حفص بن عاصم ثلاثة: عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر الخطاب، وعبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن الخطاب، وعاصم بن عمر بن حفص بن عاصم بن الخطاب، اثنان ضعيفان عاصم وعبد الله. وعبيد الله هذا من أخص أصحاب نافع، ومن أكبر أصحاب نافع، ومن أفقه أهل زمانه من الطبقة السابعة رحمه الله. وهو العمري عندهم صغر لكنه مكبر في المعنى، لأنه ثقة إمام. أخوه عبد الله ضعيف، فالحديث مروية عبد الله العمري هو ضعيف. أيضا ما قيل من أن سعيد لم يسمع من عمر على قول، وإن خالف في ذلك الإمام أحمد رحمه الله والقيم وجماعة، فأثبتوا سماعه منه وأنه سمع خطبة عمر رضي الله عنه وله 8 سنين، وهذا ثبت عنه بإسناد صحيح. وروى ابن أبي شيبة، وهذا روى ابن أبي شيبة أيضا، وروى ابن أبي شيبة من رواية مكحول رجل مبهم عن مكحول الشامي أن النبي عليه السلام كان يقول هذا الدعاء إذا رأى البيت اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام، وهذا مرسل ضعيف. مكحول الشامي ثقيه، وهو من أجل فقهاء الشام رحمه الله، إمام كبير وله اختيارات في الفقه عظيمة رحمه الله، لكن المراسيل ضعيفة عموما، ومراسيله خصوصا فيها ضعف. والخبر أيضا في علة أخرى كما تقدم، إنما صح عن سعيد رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح يحيى بن سعيد عنه أن سعيدا رضي الله عنه كان يقول رويت اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام. وما دام أنه لم يثبت خبر في هذا، فيبقى الأمر على الإطلاق في مشروعية الأذكار الخاصة عند دخول المسجد وعند الخروج منه. نعم. ثم يطوف للتمتع طواف العمرة، ثم يطوف للتمتع طواف العمرة، ويسن أن يطبع بردائه في طوافه، وذلك بأن يجعل وسط كتفه الأيمن وأطرافه على عاتقه الأيسر، ويبتدئ الطواف من الحجر الأسود فيحاذيه بجميع بدنه، ويقبل إن استطاع، أو يستلمه بيده ويقبلها، ويقول عند تقبيله أو استلامه بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله ثم يطوف للتمتع طواف العمرة،
هذا في حق المتمتع كما تقدم في كلام الشيخ رحمه الله أن هذا أن التمتع أفضل. قال ثم يطوف للتمتع بعدما دخل المسجد، هذا يبين أنه يبادر إلى عمرته، ولو أنه ذهب وحط رحله أو استأجر غرفة أو نحو ذلك أو ذهب ليرتاح لا بأس، والأولى أن يبادر إلى النسك، هذا هو السنة، لأن من جاء لشأن عظيم مثل هذا النسك فالسنة مبادره، إلا لأمر اقتضى خلاف ذلك فله ذلك، وقد يكون أنشط له في عمرته. ثم يطوف للتمتع، لأن المتمتع يطوف طواف العمرة ويسعى سعي الحج، وهذان هما ركن العمرة في التمتع في الطواف، هذا بلا خلاف، والتمتع والسعي عند جمهور العلماء أيضا أنه ركن. ويسن أن يضطبع بردائه، الاضطباع يعني أن يجعل رداءه تحت ضبعه الأيمن العضد الأيمن، وأن يرمي الرداء على كتفه الأيسر، وذلك يجعل وسط وساقط، هنا كلمة وسط، عندكم رداء وسط رداءه؟ عندكم ليس عندكم موجودة في بعض النسخ؟ نعم، الصواب أنها إثباتها، أن يجعله وسط، وهو واضح هذا بلا إشكال، أن يجعل وسط ردائه، يمكن بأن يقال بأن يجعل وسطه يعني تحت كتف، على هذا يكون ساقطها الهاء مسحت، نجعل وسطه تحت كتفه وأطرافه، وقد يؤيده قوله أطرافه على عاتقه، لأنه وهذا واضح، لأنه قال طبع بردائه ويجعل وسطه، لأن تكرار الرداء هنا قد يقال لا حاجة إليه، ومعلوم أن ما علم من السياق فإنه لا حاجة ذكره، فإذا استغني عنه بالضمير كان أولى، ولهذا بأن يجعل وسطه، والأقرب أن يقال أن العبارة بأن يجعل وسطه لقوله بعد ذلك وأطرافه، وأن يجعل أطرافه على عاتقه، بأن يجعل وسطه تحت كتفه الأيمن وأطرافه، عطف على قوله وسطه على عاتقه الأيسار، وهذا ثبت في حديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود أنه عليه الصلاة والسلام وأصحابه جعلوا أرديتهم تحت آباطهم وقذفوها على عواتقهم، وفي حديث يعلى بن أمية عند أحمد وأبي داود أيضا أنه اضطبع ببرد أخضر عليه الصلاة والسلام، هذا من طريق ابن جريج، ابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي الفقيه الإمام المشهور رحمه الله، من رؤوس الطبقة الثالثة، توفي سنة 50 و100، وهو مدلس، لكن يظهر بالنظر في رواياته أنه لا يدلس كثيرا، لأنه روى عن نافع كثير، ومع ذلك يذكر أحيانا الواسطة بينه وبين نافع، هذا يبين أنه لم يكن كثير التدليس، والمدلس العادة أنه حينما يكون له شيخ خاصة له اختصاص به يسقط الواسطة بين وين، لكن لما كان يذكر الواسطة ما علم اختصاصه به دل على أنه قليل التدليس رحمه الله، لكن شاهدوا حديث ابن عباس، حديث ابن عباس كما تقدم بأن يجعل وسطه تحت كتفه الأيمن وأطرافه على عاتقه الأيسر ويبتدئ الطواف من الحجر الأسود، والاضطباع خاص بالطواف الأول، إن كان طواف قدوم فهو للمفرد والقارن، وإن كان طواف ركن فهو في حق المعتمر، هذا عند جمهور العلماء. قال بعض أهل العلم يشرع بعد كل طواف بعده سعي، هذا قول ضعيف. قال بعضهم يشرع أن يفعله إذا كان لم يطف للقدوم، إذا كان لم يطف للقدوم مثل مفرد قارن ذهب إلى منى مباشرة أو إلى عرفة، ثم بعد ذلك تحلل رمى الجمرة وحلق أو قصر من رأسه ولبس ثيابه، قالوا
يطبع في طواف الإفاضة. طيب كيف يطبع والآن عليه الثياب؟ إذا كان عليه الثياب قالوا يخرج الكتف من قبل الإزار، هذا ضعيف، هذا قال بعض الشافعي وهذا قول ضعيف، صاب أنه لا اطباع إلا في الطواف الأول، طواف الأول وطواف القدوم وطواف العمر، ودلت عليه الأدلة. ولهذا في حديث ابن عباس عند الخمسة إلى الترمذي أنه عليه السلام لم يطبع إلا في طوافه الأول، في لفظ لم يطبع في السبع الذي أو في السبع الذي أفاض فيه عليه الصلاة والسلام، فدل على أن الإفاضة ليس فيها الطباع، وهذا عام لمن كان طاف قبل ذلك وطبع ورمل أو لم يفعل ذلك. ويبتدئ الطواف من الحجر الأسود، ثم هذا الاطباع خاص بالطواف عند جماهير العلماء، وذهب بعض الشافعية إلى أنه يطبع في السعي، هذا قول ضعيف، وله رواية عند أحمد حيث يعلى بن أمية قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مضطبعا في سعيه بين الصفا والمروة، هذا حديث منكر، منكر جدا، لأنه من رواية عمر بن هارون البلخي، عمر بن هارون البلخي هذا متهم، بل قال يحيى بن معين كذاب خبيث، كذاب خبيث. وبعض العلم قد يروي عن بعض أمثال هؤلاء لأنه يغتر بحالهم، مثل ما روى الشافعي رحمه الله الإمام أحمد عن بعض من اتهم لأنه لم يظهر له حاله، بل قد يقول بعضهم إذا ذكر له هذا قل أن يخر من السماء أحب إليه من أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك، كان يحسن به الظن لأسباب اقترت ذلك. فهذا الخبر سنده ضعيف جدا بل باطل فيما يظهر، ومتنه أيضا مخالف الأخبار الصحيحة، فلهذا الصواب أنه لا اطباع في السعي. ويبتدئ الطواف من الحجر الأسود فيحاذيه بجميع بدنه، هذا هو قول الحنابلة والشافعية. أما الابتداء من الحجر الأسود هذا واضح لا إشكال عند الجمهور، خلافا لمالك رحمه الله فعندهم يجوز أن يبتدئ بعد الحجر قبل الباب، لأنهم يقولون ما قارب الشيء أخذ حكمه، والمقصود هو أن يطول البيت، وهذا المكان هو مكان لابتداء الطواف الحجر وما بين الحجر إلى الباب، لكن هذا قول ضعيف. النبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا عني مناسككم وابتدأ بالطواف بالحجر، والصحابة قالوا ذلك ونقلوه، فنفعل كما فعل على الوجه الذي فعل. ثم الحج يغلب عليه التعبد، بمعنى أن كثيرا من أحكامه وإن كان لها علة قد لا نعقلها، نعقلها من حيث الجملة لكن قد لا نعقلها من حيث التفصيل، وهذه أمور معقولة، لكن الإشارة إلى أن الواجب هو الاتباع. قال عمر رضي الله عنه كما في الصحيحين كما في عند البخاري ومسلم أنه قال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. الاتباع هذا هو الواجب، الاتباع يبتدئ من الحجر الأسود، لكن يتوسط، لا يقال بقول مالك ولا بقول الحنابلة والشافعية، وأحسن أقوال في ذلك قول الأحناف السلام، وهو وجه في المذهب اختاره شيخ الإسلام وجماعة أنه يحاذي الحجر لكن لا يلزم أن يحاذيه بجميع بدنه، فلو أنه مثلا قابل الحجر هذا الحجر ببعض بدنه وبعض بدنه تقدم قبل أن يبتدئ، يعني داخل إلى جهة الباب مثلا، سواء أنه استقبله ثم كبر وشقه الأيمن إلى جهة الباب وشقه الأيسر محاذي للحجر، شقه الأيمن محاذي لما بين الحجر إلى الباب، أو كان الحجر عن يمينه وكان بعض بدنه إلى محاذي للحجر وبعضه قبل أن يبدأ قد دخل، يعني مثلا بطنه مثلا قد يكون بدينا مثلا قد كان داخل جوف أو داخل فيما بين الحجر إلى الباب فلا بأس. أما التشديد في هذا بن يقول إنه
يكون أول جزء من بدنه عند أول جزء من الحجر قبل أن يبدأ، ثم يمر بجميع بدنه حتى يتجاوز الحجر وليس جزء من بدنه داخل إلى جهة الباب قبل أن يبتدئ، هذا دليل عليه. ولهذا كان القول الوسط بين قول الحنابلة الشافعية وقول المالكية، وهذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله كثيرا، يقول المسائل التي يقع فيها خلاف دائما يكون القول الوسط هو الأظهر والأرجح أو الصحيح أو كما قال رحمه الله، وهذا واضح لمن تتبع الأدلة، القول الوسط لأنه وسط بين أدلة، فأخذ بهذا وأخذ بهذا، وأخذه بذاك القول وبهذا القول جمع بين الأقوال، والجمع بين الأقوال جمع بين الأدلة، فلم يترك لا هذا ولا هذا، وهذا هو الواجب، هو الجمع بين الأدلة. لكن إذا ظهرت السنة في ظهور بعض الأقوال فيعمل به، لكن الغالب أن يكون القول الوسط هو دائما الأظهر كما قال رحمه الله. والعبرة والمعول على الدليل، قال رحمه الله: ويبتدئ الطواف من الحجر الأسود فيحاذيه بجميع بدنه ويقبل إن استطاع، لكن ليس على جهة الوجوب، حتى لو استطاع لا يلزمه، لكن مراد أنه سنة، أنه سنة، وليس المعنى إن استطاع أنه يجب عليه. ولهذا قد يوهم قوله من الحجر لأنه واجب فيحاذيه بجميع بدنه على المذهب فهو واجب، ويقبل عطف على ما سبق أنه واجب، لا، التقبيل ليس بواجب، هذا محل اتفاق من أهل العلم، يقبل إن استطاع ولا يلزمه ذلك. وثبت في الصحيحين كما تقن هذه حديث ابن عمر، وكذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عمر الأول، حديث عمر رضي الله عنهما، والثاني رواية أبيه، أنه كذا حديث ابن عمر، بل حديث ابن عمر الصحيحين، أنه أتاه رجل من أهل اليمن يسأله عن تقبيل الحجر، قال: أرأيت إن زحمت أو غلبت؟ قال: دع، أرأيت في اليمن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحجر ويستلمه، يعني ثابت عن ابن عمر أيضا في تقبيل الحجر كما في الصحيحين. كذلك حديث ابن عمر في صحيح مسلم أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل يمس يستلم الحجر بيده ويقبل يده ويقبل يده. وثبت أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي الطفيل عامر واثلة الليثي رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يستلم الحجر بمحجن ويقبل المحجن، يقبل المحجن، وهي قال: أو يستلم بيده ويقبلها كما تقدم في حديث ابن عمر، أو فإن لم يتمكن من استلام الحجر بيده فإنه يستلمه بشيء كما في حديث أبي الطفيل المتقدم، قبل المحجن استلمه بيده. كذلك في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الطفيل استلم الركن بمحجن، استلم الركن بمحجن وقبل المحجن، في حديث جابر استلم الحجر بمحجنه عليه الصلاة والسلام، وهذا في صحيح مسلم. حديث ابن عباس من رواية خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس أنه عليه السلام استلم الحجر بعصا بالمحجن، أو قال بعصا. وعنده أيضا من هذا الطريق من حديث خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس استلم الحجر بشيء عنده، هذا يبين أنه يستلمه. وحديث جابر وحديث ابن عباس يفسرهما حديث أبي الطفيل، ويبين أن السنة أن يقبل ذاك الشيء الذي استلم به الحجر، وحديث ابن عمر يبين أنه يقبل يده، قبله. وعلى هذا تكون الأحوال أولها أن يقبله، وهذا أكمل ما يكون، ثم يستلم، تقبيل الاستلام، هذا هو الثابت الصحيح. الحال الثاني ما يتمكن من التقبيل، أن يستلمه بيده فيقبل يده. الحال الثالث ما تمكن من تقبيله ولا استلمه، يستلم شيء، يضع مثلا عصا أو نحو ذلك أو أي شيء إن أمكنه
ثم يقبل ذلك الشيء. الحال الرابع لم يتمكن لا من استلامه بيده لا من تقبيله ولا من استلام بيده ولا من استلام بحجر. فالجمهور يقولون يشير إليه إشارة خلاف ما يفعل، فلا يشير باليدين كالمكبر، هذا لا أصل له، يشير بيده لقوله في حديث ابن عباس أشار بيده. وقد ينازع في هذا، يقال الإشارة تحتاج إلى دين خاص، لأن اللي ثابت صحيح البخاري جاءت له مطلقة أشار بأشارة بيده، وفي حديث ابن عباس نفسه من نفس المخرج ولا يتخاذ الحديث عن كلمة أشار بشيء عنده، وهذا هو العصا المذكورة. لكن الجمهور أخذوا بالرواية المطلقة ولم يحملوها عن المقيدة. وابن دقيق العيد رحمه الله يقول ذكر قاعدة نافعة رحمه الله على حديث من مس لا يمسك، حديث أبي قتادة لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه، صحيحين صحيحين، لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، جاءت مطلقة وجاءت مقيدة. يقول رحمه الله هذا حديث واحد ورواية واحدة وليست رواية مطلقة ومقيدة، لأنه حديث مخرجه واحد، فبعض الرواة ذكر اللفظ تاما وبعضهم ذكره مختصرا. فعلى قاعدة دقيق العيد رحمه الله يكون الحديث أيضا حديثا واحدا، فيكون المعنى أنه أشار إليه عليه الصلاة والسلام بشيء عنده، بمعنى أنه أشار بشيء، وعلى القول الآخر أنه أشار بشيء عنده، أشار بيده عليه الصلاة والسلام. لعلنا نقف على هذا ونكمل إن شاء الله في درس غدا إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وبارك على نبينا محمد.